فطبعا الفيلم تم منع عرضه في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات وفي مصر. إنما أرجع وأحاول أفكر وأسأل إيه الفايدة اللي جاية لكم؟ طب أنا بأمن على عيالي إزاي؟ يعني أنا بقى واخد الواد أو البنت مودين اللي بتاع ولا طالع في وسط الشاشة كده ادعموا الأطفال المتحولين، طب أقول له إيه؟ أقول له ده إيه ده؟ وأنتوا استفدتوا إيه؟ ومين اللي ورا ده؟ مين اللي كسبان من الكلام ده؟ ده هو المثليين كلهم بأنواعهم بسلطاتهم بال 25 نوع حوالين العالم 4%. المتحولين فيهم يجوا 0.5%. أنت عامل فيلم هيشوفه العالم كله عشان تدعم 0.5%؟ طب ما أنت داعم أصحاب البشرة السمراء أهو، وده أول سبايدر مان أسمر. ماشي انه الاجناس يعني ما فيش فرق، لا يهمني اسمك ولا يهمني عنوانك، انا يهمني الانسان لو ملوش عنوان كده، يعني انه ما فيش فرق بين الاجناس ولا لون البشره ولا الدين، هذه هي الانسانيه. انما ايه الانسانيه في ان انا اروج وازرع في الطفل انه ده السبايدر مان ده بتاع الاطفال؟ كرتون كرتون. أنا عايز حد مرة يشرح لي، أنا فهمت حاجات كتير يعني في حياتي، فهمت حاجات إزاي متركبة والعصابات والماسونية واللوبي الصهيوني، فهمت حاجات كتير كده قريت وفهمت، إنما ده أنا مش عارف متركب إزاي. إيه اللعبة؟ أكيد في حاجة، يعني في حاجة أنتوا مش بتقولوا لنا عليها، في حاجة إحنا مش فاهمينها. يا جماعة سيبوا شوية براءة في العالم، سيب طفل بريء، سيب شيء نقي. إنما أنت عايزني أشرح له من الأول إنه أنت لو مش عاجبك إنك ذكر ممكن تبقى أنثى؟ بعض الناس قالوا لي لا بس هو اتضيع الودان، والنبي لما اتضيع ما هم بيضيوا عليه من ايام قوم لوط وما فيش حد تقبل هذا الامر. هو هم مش موجودين؟ هم موجودين، زن زي ما انت عايز. يا جماعه الطبيعه بتاعت البشر، الطبيعه اللي ربنا فطرنا عليها، احنا بني ادمين. انا طبعا هيرجع تاني حد، والحمد لله ان انا في الاجازه ديت قابلت ناس كتير من مختلف المشارب قالوا لي احنا انبسطنا جدا ان انت بتشتغل الموضوع ده، لانه انا يوم ما جينا نشتغل الموضوع قالوا لي هو مين يهتم؟ لا يهتم، لانه احنا موجودين في عالم صغير جدا، وهيجيبك هيجيبك، لان هو بعت لك الفيلم السعوديه، بعت لك الفيلم الامارات، بعت لك الفيلم مصر كده، وهيبعت لك حاجات تانية زي ما بعت لك الجميلة والوحش. The Beauty and the Beast أبرأ قصة موجودة في العالم، فيها اتنين رجالة مقنتمين مع بعض. طب يا عمي حط ده للسن اللي فوق، اللي هو نبتدي زي مثلا نتفليكس والحاجات دي، الناس تبتدي تفهم منه، في الحياه ناس كده. انما كمان تيجي تلقى في الافلام وفي المسلسلات وكده لازم يكون في كاركتر كده، دلوقتي لازم يكون في شخصيه كده او شخصيتين او قصه، يعني في قصه حب عاديه راجل وست، وفي كمان قصه حب بقى اتنين ستات او اتنين رجاله. طب اعمل ده هنا. طب ودول سبايدر مان حاجة تخلي الواحد يتجنن يعني بصراحة ويستغرب كتير يعني.